السلام عليكم، حلقة جديدة من أرمز. مسكنا القبضات تبع السويتش، قسمناهم بالنص، ربطنا الأحزمة لنلعب بالطريقة الواقعية. حنشوف مين في عنا أعداء جديدة حيطلعوا لنا بنمط الأونلاين اليوم. حنجرب كاركتر جديد. خليكم معنا لنتابع كل هاد بحلقة إن شاء الله تكون نار وشرار. راجعين. طيب، إذا بدأت رحلتنا فعليا بأرمز اليوم. هل حيكون خصمنا أو خصومنا أو ما بعرف شو حيصير معنا، قوايا ولا ضعاف؟ هذا الشيء اللي حنكتشفه مع بعض بهالحلقة. الكاركتر عم فكر اليوم أخذ وينه هذا الآلي شوي، ولا لا خلينا نروح على نينجارة، او لا نلعب بالبنت. بده ريبون جيرل. تعال نشوف الريبون جيرل شو وضعها، شو مخبيت لنا. اذا كونكتينج انا حاليا بالريبون جيرل، بدي فوت على نمط الاونلاين، وهي اللاعبين كلياتهم عم بيلعبوا. في انا عم بكبس بيلعب، في حدا عنده 30 نقطه، اول مره اشوف رقم 30 بوينت. رانك 30 هو رقم كبير ماله صغير. فيني حمي، طبعا شفتوه بالحلقه الماضيه، بس ما ححمي لانه ما بدي اخسر طاقتي. التحدي شو حيكون؟ اللعبه بشكل عشوائي حتعطيني انا ضد اقوى لاعبه سين، واحد على واحد فايت. اذا سين انا جاهز لك، ما بعرف الكاركتر تبعي بس انا جاهز لك وبدي فرجيكي قيمتك. القفازات بوبر صاروخ. طيب حجرب هاد وقفاز على اليمين. اوكي حفرجيكي قيمتك، بعرف عندك 30 نقطة ما بتخافي حدا. خدي هي، دقيقة شوي، هاتي هيك. كمان صدتها كمان ليزر. طب هيك وهيك. اوكي تفادي مسكة. يا شلون بترد المسكة، كمان مسكة. ما بتمسك بسهولة هالبنت، ما بتمسك بسهولة. وبوكس هيك ملفوف وبس. صبتها اثنين، بوكسين اخذوا جنب. بحاول اتفادى وهذا البوكس وهذا الفوكس. العضادات لازم استفاد من العضادات، وهذا بوكس حلو. معقول نربح الاقوى لاعبة بالمنطقة، وهي بوكسين لازم نضل مركزين، الليزر كسر الحيطات. ما بعرف الموضوع. نط وامسك باليتين. ما قدرت امسك. قرب شوي لعندها. صار لازم اقرب. لا اخذ زاويه واتفادى. لا حاولت اني اتفادى. قرب ونط والتي التي 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 وخلص. صار الوقت كثير متاخر. حاول جهدي على فكره. صمدت، مو اني ما صمدت، قدام اقوى لاعبه بالبطوله الحاليه الموجوده واللاعبين الموجودين اونلاين. اعطوني نقطة شرفية، نعم، ولكن انا اتدمرت. اذا طلعنا من هون وصفيت لحالي باللوبي عم دور على شوف شو وضع هالمباريات. خلصت المباراة تبع هدول الشباب، تعالوا نشوف شو حابين يلعبونا. حيلعبون لعبة، حلعب 2 ضد 2 بنمط الفايت، انا واللاعب الاخضر ضد اللاعبين. هذا النمط ما بعرف اذا بيربطونا مع بعض ولا لا، هلا بنشوف. هذا جرين هو رفيقي، الاورنج هو ضدي. مربوطين مع بعض، نحن دائما بنربط. حاستعمل القفازات العاديه لانه القفازات الهاد. ويلا بلشنا حماس. تترت جو. تعال. بحاول ركز على مين. حاول ركز على اللي على اليمين، عم فكر مو اللي على اليسار. قرب شوي. هلا يا حرام. صبته على فكره، صبته على اليمين بس اكلت ضربه. ما بدي موت واخسر. لا لازم ركز شوي. مين عم يحميني؟ في عم يحميني وفي عندهم هيل. انتبه سريه. واو. لا ما تموت يا رفيقي، عم لعب ماشي الحال، عم لعب بذكاء. هلا. واو. هيك. لا مسكوني، هلا استلموني لإلي. لازم اوقف بسرعة وقت انا وقع رفيقي بيقع. وهلا هي الزاوية. هلا امسك هاد. يلا. يا حرام رفيقه عم يخليني، ما يخليني امسك. ليكو 90 ب90 صرنا هون. اوكي نط بالهواء وضربة مشتركة، وانا حامل سريتي. يلا 240. حلو، تيم ميت داون. رفيقي مات. لحالي شو بدي ساوي ضد اثنين؟ لا ضربوني صاروخ وقنابل وعم يساوي فيني مليون شغله.
وبحاول هلا اني اعمل شيء، حاول اعمل شيء. طاقاتهم لا طاقاتهم كبيره والله، طاقاتهم كبيره والله. وحاول حاول حاول واحد بيناتهم وقع. لا كي اثنين على واحد ما فيني، ما فيني رفيقي. بس بدي اعرف شلون هيك صار فيك، شلون هيك صار فيك يا رفيقي؟ شو اللي والله فريق بس قوي. اللي على اليسار ضرب صواريخ بشكل كتير رائع وش كتير احترافي، كان لاعب جيد جدا بصراحة. مباراة كانت جميلة جدا، مباراة كانت جميلة جدا. وهلأ عم نستنى لمباراة جديدة. اوكي في بول، اول مرة نجرب الفي بول. الفي بول اللي هي الفولي بول فعليا، بتحط منقاط بالفولي بول لما انت هجرب هذا البوق لانه ما مجربه من قبل. لما انت بتحط الطابة عند الخصم، كل ما تضرب الطابة اكيد هي بتطير، يعني ما بتوقع في توجيه للطابة يعني، بس لنشوف. اوكي ملاكمة فولي بول، يلا بلشنا. اوكي اوكي اوه اكلنا نقطة بهالسهولة. بس هيك طيب. هيك هيك قرب لقدام، اخذ نقطة. واحد 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 لقلنا. اوكي جبتها، اكبسها، قرب شوي هيك. لحقها ما لحقتها، ضربتها بس بعيدة. عم فكر شغلة، مفكر قرب لقدام، فكر قرب لقدام، ممكن هيك بصير اسهل اني اكبس الطابات، لانه بالفولي بول هي كبستها فعلا. اذا انت قرب لقدام اسهل تكبس طابات، بس سهل يفوت عليك اذا قدر يضربني ضربة بعيدة. وهي بلشت الارسال جديد، وهي جبتها وهلا كبست. اوكي يلا نعم 3-2، قرب يخلص الوقت. اذا خسر هيك بنربح بنربح بنربح. لا 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 3-3 تعادل تعادل. مين بيعتبر فائز؟ مين يعتبر فائز؟ 3-3 اعطينا سكور. درو، اذا تعادل. اعطونا 2 بوينتس على هالتعادل. حلقه كانت ناريه يا جماعه، ما لا قليله بالمره. بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها من لعبه ارمز على جهاز السويتش وبنمط الحقيقه. كلكم طلبتوني وقلتوا لي العب بنمط الحقيقه يا عمر، العب كانك بتلعب عم تقاتل عن جد. هذا الشيء اللي سويته. بتمنى تكونوا استمتعتوا، وما تنسوا تضغطوا على زر اللايك باقصى طاقه عندكم، تشتركوا بالقناه وتعملوا شير للمقطع. شوفوا قريبا ان شاء الله، وادعوا لي اني انا اطلع من المستشفى بسلامه، لانه اكيد حفوت على المستشفى بعد هالاكل، الاكل كله اللي قتلته. سلام.